السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، وكل سنه وانتم طيبين، وعيد نبوي شريف مبارك علينا وعليكم كامل ان شاء الله. جبت لكم اليوم طمينه بطريقه جد رائعه، مصفه مبهره جديده عليكم جامي شفتوها. دخلوا شوفوا الفيديو طبقوها وتشوفوا، ما راح تبس لكم، ما راح تبقى لكم، هي هي. والبنه ما نوصفها لكم، ما تشوفوش البنه شحال هي، والطرق تاع اللي درت بها، شوفوا ثلاثه طرق درت لكم بهم طمينه وتزيين طبعا مختلف بطريقه. شوفوا هي نفس العجينه ودرتها لكم تزيين مختلف، وتشبحوا الميدة وتفرحوا العائلة تاعكم، وما تعجزوش على حاجات كيما هذو، يعني ربي باركنا فيهم وباركنا في دارنا وفي عائلتنا وفي حياتنا ان شاء الله. ادخلوا الفيديو وشوفوا الوصفة كيما هي، طبقوها وما تندموش. يلا اروحوا معايا. السلام عليكم، مرحبا بكم، اهلا وسهلا بكم كالعادة في قناة دنيا فرح. اليوم جبت لكم وصفه تاع طمينه رائعه رائعه تاع الصح رائعه، ماشي بالكلمه برك. واش في هذه الوصفه؟ لازم لكم السميد الرطب، هذا السميد الرطب، الرطب خلاص اللي رطب بزاف. هذه الطريقه راح تجيكم بنينه ما تصوروش، وراح تاكلوها ما تقدروش تستغنوا عليها. جربوها وحتشوفوا كيفاش راح تخرج لكم النتيجه. واش راح لازم لكم؟ السميد الرطب هذا هو. دوكا نصيرو نديرو هنايا، نصيرو في هاديه، ومن بعد نديرو يتفور. راني دايره القدره تاع الماء، هاي ليك قدره تاع الماء، راني دايرتها تغلي. نديرو يفور كما شفتوا، يديروا يتفور. بعد ما يتفور طبعا بطبيعة الحال نحيلوا الفوار، هذاك نحيلوا نكسرلو الفوار واحد في زوج دقائق يتفور، ومن بعد نتبعوا خطوات معايا خطوه بخطوه. نديروا فيه الشاش ولا اي حاجه باش ما يخرجناش السميد من التحت. هذا السميد الرطب كما قلت لكم، بعد ما غربلتو صيرتو هاوليك نديرو. ديري الكميه اللي تحقيها يعني حسب الرغبه. شوفوا هاوليك السميد ديري له هكا، ونروحو نديروه يتفور واحد حتى لخمس دقائق، زوج دقائق حتى خمس دقائق، ونتلاقاو. فورتو هاوليك السميد هذاك واحد كما قلت لكم، بعد ما صيرتو فورتو واحد زوج دقائق هكاك. هاوليك نفرغو في الباسينه هذيا، ونحي هذاك الشاش يعني، ونشدو كيما هذه تاع البطاطا هذه، ونسيو كيفاش نحولها وكاع هذوك لي هذوك كيما كان يبس لنا، كيما كان يفور طبعا. بعدا نروحو نشدو الطاجين، لازم يكون سخون مليح، ونحطو هذا السميد يتقلى فوق النار. هوليك هنايا فوق النار نحمسو غير بالعقل، ما لازمش نخلوه يحمر، غير برك شويه اللون، شويه تحسوا بالريحه تاع تاعو بلي راه بدا يدير ريحه باسكو راه يفور. نطفو له لانه ما لازمش نحافظوا على اللون، هذاك اللون تاعو اللي يكون شباب، شغل فاتح شويه ماشي غامق. هاوليك هنايا بعد ما تحمس لنا مليح، هاي ليك شوفوا، ما لازمش يكون حمر 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 بزاف، يكون اللون تاعو هكا باهي شويه ومنطون متحمس. هاو تشوفوه يفور، هذا وين نحيته من الفرن. هاوليك متحمس مليح، واش ديروا؟ ضيفوا له الجلجلان طبيعة الحال، هذاك الجلجلان اللي حمستو ورحيتو بيان سور، ويكون مقلي، وتضيفوا كاس تاع الجلجلان. من بعد نخلو هذيك العقده تاع السميد والجلجلان الكوتي، ونروحو نبداو نديرو العقده اللي نوجدوها في مع اللي نخلطوها مع داك السميد. هي نجيبو لابيل، نجيبو النوعيه المليحه وخلاص، مارغارين، ونحوها كامل، نحطوها لداخل هنايا، نديروها لداخل. درجه حراره الغرفه بيان سور ما تخلوهاش في الثلاجه، تنحوها من الثلاجه، تبيتوها في بيتوهاش لداخل الثلاجة، ديروها بدرجة حرارة الغرفة. نحكمو كاس تاع سكر كلاص اللي كيلنا به الجلجلان وكامل، نصيروه بيان ونضيفوه من الفوق كيما راكو تشوفو هنايا، ونخلطو بالبغا ميكسور ولا بلي يخلط البيض حتى يتخلط بيان سور، وتولي اللون تاعو فاتح، البيض والزبدة والسكر كلاص كيما راكو تشوفو هنايا.
هنا تحكموا قسم ملعقتين تاع حلوة الترك كبار، زيدوهم لداخل وتخلطوا مليح هكذا. كاس تاع كاوكاو مرحي، زيدوا خلطوا مليح هكذا العقدة هذيك. من بعد تزيدوا زيدوا كاس تاع حليب غبرة مقلي مليح، زيدوه في ديك العقدة يعطي ذوق وبنة رائعة. وكاس تاع السميد هذاك اللي قليناه بطبيعة الحال مخلط بالجلجلان، هاوليك كاس تاع السميد اللي قليناه هكا، وتزيدوا تخلطوا مليح هذيك الطمينة، خلطوها هكا كيما راكم تشوفوا هايليك هكذا مخلطة مليح، خلطوها جيدا. هاكو فهمتوا، ان شاء الله تكونوا فهمتوا هاد المقادير، وجد بسيطة وسهلة هايليك هكذا. ونضيفوا زوج ملاعق عسل، ثلاثة ملاعق عسل، ونشوفوا الملعقة الأولى العسل، الملعقة الثانية العسل، والملعقة الثالثة هذه، ونشوفوا الا جاتنا حلوة بزاف ولا ماشي حلوة بزاف ونجربوا. دوكا واش نديرو، نجيبو الفرينة هذه السميد هذاك، السميد هذاك اللي قليناه مع الجلجلان بطبيعة الحال اللي هو هذا، ونخلطو هنايا ونبداو نعجنو هكا. شوفوا هنا كيفاش تتلم، تولي هكذا، شوفوا ما تلصقش في يدك، تولي لك بهذه الطريقه هنا. يعني خلاص وجدت الطمينه تاعي راهي مليحه، نروح نديرها في صحن التقديم. زربت شويه الفيديو لخش جاني طويل بزاف، كيفاش وجدته في صحن التقديم وانتم معايا هذيك هكذا. نديرو في الحليب ونعاود نديرو في الطمينة هكذا. وجدتها كما راكم تشوفوا بطبيعه الحال، درت لها ورده زرقاء لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكرى عظيمه هي مولد النبي صلى الله عليه وسلم، وجبت لكم طريقه واحده اخرى بالقلوب، وزينتها باللوز والثانيه زينتها بالجوز، وتزيين يولي اختياري. وهذه الطريقه يعني تجربوها على ضمانتي ما راحش تيبس لكم، هذيك الطمينه تبقى لكم هي هي، قد ما خليتوها ما حش تيبس، شهر الا بغيتو ما تيبس لكمش. جربوها وتشوفوا. والعسل نتوما وانتوما والذوق تاعكم، حبيتوها حلوه بزاف حبيتوها ماشي حلوه بزاف، جربوا هاد الوصفه وان شاء الله تنجح لكم كيما نجحت لي، وجات تجيكم بنينه بالبزاف. الثانيه تجيبوا هاد المعمول اللي يديروا به الطمينه، ثاني تجيبوا ديروا به الغريبيه، وتجيبوا لاباط تاع الطمينه هذيك هايليك. شوفوا شوفوا درت بزاف هايليك، ديروها لداخل هكذا طبيعه الحال، نحيها هايلي كيفاش تخرج لكم رائعه. طبعا تجيبوا ساشيات تاع السيلوفان هذوك باش ما تلصق لكمش، وديروا هكا كيما راكم تشوفوا، وتنحي الساشيه هكا. شوف كيفاش تخرج روعه قدامكم. دوك نكمل نديرهم ونزيدو نوريها لكم. يعني هنا تزينوها كيما حبيتو، ديروا هكا نقطه
هكا شابين هكذا من فوق، تحبوا ما ديروش كيما حبيتوا، تزين يبقى اختياري، ودخلوهم في الكيسات زروقه طبعا لان المولد النبوي هكذا نتبعوا يعني كيما نديروا شغل واحد زاد عندنا مزيود باكر يعني مزيود هكذا درت كل حاجه يعني هكا نكملوهم هكا كما راكم تشوفوا. فاش تجي هشيشه دوب في الفم ما تتصوروش شحال تجي رائعه، والبنه تاعها ما تتصوروهاش بلا ما نحكي لكم على البنه، وحدكم راح تشوفوها. اذا هنايا يعني كملت طرق ثلاثه اللي درت بيهم الطمينه، هاوليك هذه الطريقه تبقى ديروها كشغل غريبيه هكا في الكيسات، ولا الطريقه الثانيه اللي هي هذيك شغل قلوب تجي ثاني كروعه، والطريقه الثالثه هذه هي زعما الوردات. ونتمنى تكونوا فهمتوا هذا الفيديو، وشكرا على المشاهده تاعكم، والى فيديو لاحق ان شاء الله. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا الفيديو، وشكرا بزاف على تدعيمكم وعلى المشاهده وعلى اي حاجه قدمتوها لي في القناه، وجودكم يكفيني في القناه ويشرفني. وكل سنه وانتم طيبين، ولا دائما ان شاء الله حياتكم فرحانه ودائما تحققوا فيها كاع واش تتمنوا في حياتكم يا ربي. ان شاء الله يا ربي مزيد من الانتصارات والنجاحات يا ربي، هذه الدنيا ناجحين وفرحانين دائما ان شاء الله يا ربي. ولا عجبتكم هذه الوصفه ما تنساوش تابونيو في القناه، تضغطوا على زر الجرس، تشتركوا فيها باش يوصلكم كل جديد، تضغطوا على زر الجرس طبعا وتبارطاجيوها، وعلاش لا. ولا جربتوها ما راحش تندموا عليها صدقوني. تهلاو في روحتكم، بقاو على خير وسلام، باي باي.